السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل آبي والصفحة على الفيسبوك تربية نحل ولاية سطيف الجزائرية. إذن تحياتي لجميع المتابعين. اليوم أصدقائي الكرام لدينا حالة وهي تكور النحل على الملكة. تكور النحل على الملكة هذا تقسيم جديد ببيوت طوارئ. ملكة خرجوا، لكن أنا عندما فحصت المرة السابقة منذ 3 أيام وجدت أن النحل متكورة الملكة، قمت بوضعها في القفص، في القفص هذا 3 أيام فتحت عليها، لكن نفس الشيء النحل أكمل تكور الملكة. وهنا بديت نشك أن هناك ملكة أخرى، بديت نشك أن هناك ملكة أخرى، لأن البيوت كانت حوالي 3 أو 4 بيوت، ربما الملكة التي وصلت عليها هي التي خرجت فتكور عليها النحل، والله أعلم. المهم موضوعنا هو ليس يعني الملكة، وإنما موضوع هو كيف يعني تفك تكور النحل على الملكة، يعني بحاجة يعني سهلة جدا وفي متناول الجميع، وأنا يعني عندي سنوات وأنا نخدم بها، وهي الماء فقط. الماء فقط. احنا نعرف أن النحل عندما يتجمع أو يتكور ويضغط على الملكة يولد طاقة حرارية كبيرة، دون الحديث عن اللسعات، يعني ممكن تلسعها بعض النحلات ثم يتكور عليها كما نلاحظ هنا. هي يتكور عليها حتى يعني يولد طاقة حرارية كبيرة تؤدي إلى موت الملكة. إذا احنا الحل باش نحاول أن نسلك الملكة هذه، هذه هي الطريقة. شوفوا كيف يبدأ النحل يغادر. شوفوا هاي الملكة خرجت، هاي الملكة الآن، حتى الملكة ما تقدرش تطير. يعني الشيء الجميل أنه حتى الملكة إن شاء الله ما تروحش الخلية، ما خليهاش تروح الخلية. هاي الملكة، هاي الملكة وهي معلمة. شوف مازال يهاجمها، الشك كبير أن هناك ملكة أخرى. هاي الملكة هنا، هاي معلمة، نحطها في القفص، نحطها في القفص لكن بدون أي عاملة لوحدها. هاي الملكة الآن نحطها 3 أيام، نحطها 3 أيام نعاود نفتح عليها من جديد، لأنه نفتح، ولكن قبل الفتح يجب أن أتأكد أن الخلية بدون ملكة أخرى. لازم نتأكد أن الخلية بدون ملكة. يمكن البحث على الملكة الموجودة في الخلية في التقسيم هذا، وإذا لم أجدها يمكن أن أضع إطار بيض، هذه الملكة نقولها الخلية أخرى، ونحط لهنا إطار بيض ويرقات للتأكد. هذه الطريقة. شكرا حسن إصغاء المتابعة وإلى اللقاء. شتو كيف الملكة خرجت مباشرة من بين الكومة تاع النحل، خرجت يعني بسهولة.